العاصمة الأردنية عمان. سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، أهلا ومرحبا بك رائد، يعني أنت معنا من عمان هذه المرة. على كل حال يعني سواء كنت في دبي أو كنت في عمان فأنت بالتأكيد طبعت جيروم باول بالأمس والحديث كثير عن الأمور، يعني كورونا استعرضناه منذ قليل، يعني لكن أريد أسألك تحديدا عن موضوع الريبو، يعني أو التدخل أكثر من مرة في سوق الريبو من الفيدرالي. الفيدرالي يبدو وكأنه يعني يصعب عليه السيطرة على معدلات الفائدة الخاصة به، وطبعا هذا من الأمور التي كانت مقلقة للكونغرس. هل سيستمر الفيدرالي في التدخل في سوق الريبو برأيك رائد، وتأثير ذلك ما هو وكيف ستكون انعكاساته؟ طبعا يعني الموضوع الريبو الذي والتدخلات المباشره من قبل الفدرال الامريكي في سوق الريبو على وجه التحديد كان قد صرح اكثر من مره انها هي بغرض توفير السيوله وبغرض نوعا ما تحقيق الاستقرار في سوق الاقراض لليله واحده في بين البنوك الامريكيه، ولكن النقطه الابرز ان الاستمرار بهذا الامر هو بمثابه سياسة تيسيرية صحيح. إضافة إلى عمليات التخفيض في أسعار الفائدة التي كان قد قام بها خلال الفترة الماضية، وهي بطريقة غير مباشرة عملية تسهيل وتيسير في السياسة النقدية بشكل مباشر، خلينا نقول كآثار عم نلاحظها على الاقتصاد الأمريكي، ويمتصها الاقتصاد الإدمان على هذه التدخلات بشكل مفرط ممكن أن يسبب فقدان الفيدرال الأمريكي لكل الأدوات التحفيزية لديه عند الضرورة والاحتياج لتيسير السياسة النقدية، وهذا هو السبب لإيقاف عمليات خفض أسعار الفائدة الذي كانت خلال العام الماضي. بعد ما بدأنا العام بإمكانية أن لا يكون هناك أي تخفيض في أسعار الفائدة خفضنا أسعار الفائدة في الفيدرال الأمريكي 3 مرات. هذا التدخل المباشر يفقد الفيدرالي كل الأدوات التي يمتلكها في الفترة القادمة، وأعتقد سوف يعري بعض الشيء النمو الذي يتحقق في الولايات المتحدة الأمريكية كأرقام في الاقتصاد الجزئي. سيد رائد، سأنتقل إلى أوروبا، يعني لاجارد قالت للبرلمان الأوروبي يوم أمس، قالت أنه أسعار الفائدة السلبية تؤدي إلى نوع من تضخم في أسعار الأصول وخصوصا الأصول العقارية، وطالبت أن يكون هناك دور أكبر للحكومات لدعم الاقتصاد. ونرى أن اليورو أيضا عند أدنى مستوياتها أمام الدولار في 4 أشهر. ما تعليقك يعني أو توقعاتك في هذا الإطار؟ يعني كريستين لاغارد منذ أن غادرت صندوق النقد الدولي وحتى قبل أن تغادر هذا الصندوق كانت تتحدث على إمكانية أو الضرورة الضغط على الحكومات في المنطقة الأوروبية للتخلص من فوائضها والاعتماد على سياسات تحفيزية مالية، أي من خلال الضرائب وتقليص الفوائض والإنفاق الحكومي، عوضا عن أن يكون هناك سياسات نقدية أي تخفيضات أكثر في أسعار الفائدة في المنطقة الأوروبية. هذا هو الشغل أو هذا هي العملية التي تريد أن تكسب بها المنطقة الأوروبية التي لا تزال تعاني من انخفاض واضح في مستويات التضخم دون المستهدفات، والضعف شديد في إمكانية رفع مستويات التضخم في الفترة القادمة، أيضا مع أن معدلات النمو متواضعة بشكل كبير في هذه المنطقة. الفوائض في ألمانيا، في هولندا وفي بعض الدول في المنطقة الأوروبية هي بمثابة ضغط كبير على الأسواق التي تحتاج إلى تحفيز حقيقي من خلال استثمار هذه الفوائض، بينما إذا وضعناها في البنك أو لما يكون في عندي الفوائد السلبية فحقيقة هذا لا يحقق أي عوائد أو تسبب ارتفاع في مستويات التضخم، لا يحقق عوائد أو خلينا نقول فائدة للاقتصاد من خلال ارتفاع مستويات التوظيف أو من خلال ارتفاع مستويات الأجور وبالتالي دفع مستويات التضخم وأسعار المستهلكين للارتفاع. هذه الفوائد السلبية لا يتم استثمارها بالشكل المطلوب داخل الاقتصاد، بالتالي اعتماد الفوائد السلبية لن يجدي نفعا، إنما يحتاج المنطقة الأوروبية إلى بيئة خدمات جديدة تدفع المستثمر
المستثمرون إجمالا إلى التوجه نحو الاستثمار عوضا عن وضع الأموال في البنوك في المنطقة الأوروبية، طيب، وبالتالي تحفيز الاقتصاد بشكل أكبر. طيب رائد، سريعا موضوع الكورونا، دعنا يعني لا يمكن ألا نسألك عن الكورونا اليوم. أيضا تباطأت بشكل كبير حدة وتيرة الإصابات، هذا من جانب. من جانب آخر، الأسواق على ما يبدو أنها استوعبت الموضوع بعكس تعليقات هيئة الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية تقول أن الفيروس هو العدو الأول حاليا. يعني هل سيعود كورونا من جديد ليشكل شبح مخاوف للأسواق أم أنه خلاص اكتفت الأسواق بهذا الحد؟ يعني فيروس كورونا يفتك بشكل واضح في الاقتصاد وفي الأسواق، ولكن الأسواق بالغت في التأثر بهذا الفيروس وهضمت نوعا ما كل التداعيات مسبقا، لأنه هذه هي وطبيعة الأسواق تسعر غالبا الأحداث قبل حدوثها، وبالتالي واجهنا موجة هبوط حاد في معظم الأسواق العالمية وكان ضغطا واضحا، وبالتالي تفهمت أو استوعبت الأسعار كل السيناريوهات السلبية التي يمكن أن نأتي إليها. ولكن على العكس لدينا بعض الأخبار الإيجابية، انخفاض في معدلات الوفيات، انخفاض في معدلات الانتشار، إذن وإمكانية الوصول إلى يعني حلول لاحتواء هذا المرض، الأسواق بدأت تتعافى بعض الشيء. لكن أعتقد الموجة الثانية قد تأتي بعد صدور البيانات الاقتصادية عن الفترة التي كان فيها هذا البلاء، وخصوصا في الصين. يعني نحن ننتظر بيانات الصين عن هذه الفترة التي انتشر فيها فيروس كورونا في الشهر القادم. ما أن تصدر هذه البيانات وتظهر مدى الضعف، ممكن أن يعود مجددا التأثير السلبي، لأنه ممكن يأثر على آفاق النمو العالمي والصيني على وجه التحديد. شكرا لك السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، كنت معنا من عمان. شكرا لك على هذه المداخلة.